البونس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله بوجه يسوع المسيح. ولنا هذا الكنز في أوان خزفية، لكي يكون فضل القوة لله لا منا، محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطرودين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين إماتة يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا، لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الذي سيموت. فالموت إذن يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم. وفينا هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم، لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم، لكي تكثروا النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد الله. لذلك لا نمل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، لأن الأشياء التي ترى هي وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية، لأننا نعلم أنه إن نقض بيت مسكننا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت أبدي غير مصنوع بيد، لأننا في هذا نئن مشتاقين إلى أن نلبس مسكننا الذي من السماء، وإن لبسناه فلا نوجد عراء. فإننا نحن السكان في هذا المسكن نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعه بل أن نلبس فوقه، لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله، الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ما دمنا هنا في الجسد فنحن غرباء عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونصر بالأولى أن نخرج من الجسد ونمضي إلى الرب. من أجل هذا نحترس أيضا مقيمين كنا في هذا الجسد أو خارجين عنه، لنكون مرضيين عنده، لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد كالأعمال التي عملها بالجسد، خيرا كانت أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا له ظاهرين، وأرجو أن أكون ظاهرا في ضمائركم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أيها العبيد كونوا خاضعين لسادتكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للآخرين المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم،
لأن ما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون، لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذ تألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشب بجسده لكي ما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم. كذلك كنا النساء أيضا فليخضعن لرجالهن، حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل الإنسان الخفي في القلب، في الروح الهادئ الوديع العديم الفساد، الذي هو قدام الله كثير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها بنات صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات معكم نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعاق صلواتكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود، كيف لم أخف شيئاً من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها، شاهداً جهراً وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسوراً بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها، غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وسقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء، ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم
ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته. لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها: إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 28 بقونا أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 283 للشهداء اللي بتوافق سنة 567 ميلادية، تنيح القديس البابا ثاودوسيوس البطريرك 33 من بطاركة الكرازة المرقسية. اتولد في الإسكندرية واتعلم العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، وكان بارع في دراسة الكتب الكنسية، وعايش حياة التكريس والبتولية، يعني متفرغ للعلوم الكنسية ومش عاوز يتجوز. وكان البطريرك في الوقت ده هو البابا تيموثاوس، ولما عرف ان يوليانوس بيعلم تعليم خطأ في الإيمان والعقيدة الأرثوذكسية حرمه من الكنيسة. وبعد نياحة البابا اجتمع رأي الأساقفة والكهنة وكمان الأراخنة والشعب اللي هم مش من رجال الكهنوت لكن مهتمين بشؤون الكنيسة الإدارية والمالية، واتفقوا كلهم على اختيار ورسامة البابا ثاودوسيوس، وأصبح البطريرك 33. عدو الخير خلى ناس أشرار راحوا عند والي الإسكندرية وكمان يوليانوس المحروم، وقالوا له: احنا عاوزين رئيس شمامسة كنيسة الإسكندرية يكون هو البطريرك. وفعلا عملوه بطريرك اسمه فاكيوس. طبعا ده خطأ، والي الإسكندرية طرد البابا ثاودوسيوس وراح على بلد في المنوفية اسمها ميليج، قعد فيها 2 سنين. الشعب كان زعلان جدا
عاوزين يرجعوا البابا الحقيقي ويطردوا فاكيوس. وكان الإمبراطور يوستينيان يتبع التعاليم الخطأ في الإيمان، لكن زوجته الملكة ثأودورا كانت أرثوذكسية، قالت لهم اعقدوا مجمع واتفقوا ان البطريرك الحقيقي هو البابا ثأودوسيوس. وفعلا بعدها رجع البابا وفرح الشعب جدا. لكن الملك يوستينيان الاول بعت رسالة وقال للنواب بتوعه في الاسكندرية لو البابا وافق بالتعاليم اللي ضد العقيدة الارثوذكسية يقعد في الاسكندرية، ولو مش موافق نطرده منها. طبعا البابا رفض وخرج للصعيد. ولما اصبح الامبراطور هو الملك يوستينيان الثاني كان اشد من اللي قبله، واستمر البابا والأساقفة في رفض التعليم الخطأ. فغضب الملك وحبسهم ونفى البابا وجاب واحد بداله اسمه أبوليناريوس، وطبعا ده خطأ. ولما الشعب زعل قتل منهم كتير ونالوا أكاليل الشهادة وقفل كنايس كتير. لكن البابا كان بيبعت رسائل للشعب يثبتهم على الإيمان والعقيدة الأرثوذكسية، فبنوا كنيسة باسم ماري ماركوس الرسول وواحدة تانية باسم القديسين قزمان ودميان. وقعد البابا يعلم شعبه من المنفى 28 سنة، ولما أكمل جهاده الصالح تنيح بسلام. بركة صلواته تكون معانا أمين. وزي النهاردة كمان تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد الأنبا سربامون أسقف نيقيوس، وهي اسمها حاليا زاوية رازين بمحافظة المنوفية. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه في مجلس الشيوخ، جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه
لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي، وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا. وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد.